هل يجوز ان هو اللي هو الصيدلية اللي هي مصدر الرحمة ان هي تبقى جزء ان هي يباع فيه سم القاتل؟ انا اعتقد ان النهاردة يعني هذا المؤتمر وهذه الوقفة من النقابة عبارة عن وقفة لابد ان تكون وقفة جادة اللي هي للتعامل مع كل من يجرؤ على انه يحط المستهلك في نوع من الخطورة، وكل من هو يعتقد انه فوق القانون باي شكل من الاشكال. فالنهارده انا يعني عرض عليا ان احنا نتكلم ولازم نطلع، قلت لهم انا مستعد ان احنا نيجي بيت الصيادله ونيجي بيت نقابه الاطباء ونطلع الرساله ونطلع ان يجب ان يسود ان هو المعاملات اللي هي الادويه اللي هي لا تعامل كانها منتج عادي، ده حياه او موت بتبقى في علبه قد كده. النهارده عدم وجود ضوابط وان هو الادويه بتنزل بلا ضوابط دي موضوع لازم ان احنا نحط له، واحنا قبل كده كنا اقترحنا وكنا في طريقنا، واعتقد نقابه الصيادله متبنيه نفس اللي احنا تبنيناه قبل كده اللي هو تراك اند تريس.